صباح الفل او مساء الفل على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. اكيد يعني النهارده هنعمل روتين مع بعض كده خفيف ولطيف وجميل. اتمنى الروتينات بتاعت الفتره دي تكون عجباكم. بحاول ان انا ادخل السكين كير مع الروتين اليومي بتاعي. هتلاقوا طبعا في كل فيديو لازم اعمل لكم فقره للسكين كير، بتكلم بقى عن حاجات عجبتني، بتكلم عن حاجات خلصتها، بتكلم عن المشتريات. فاكيد اكيد اكيد هتلاقوا الفقره دي في كل يوم، فتابعوا كده الفيديو للاخر ما تفوتوش فيه ثانيه. حاطه لكم برده فقره منتجات عجبتني جدا من ماي واي، والروتين بتاعي كامل من اول ما صحيت من النوم لحد بقى تاني يوم، فاهمين؟ وفقراتي بقى اليوميه وكده. لايك للفيديو طبعا، واشتراك للقناه، وتابعيني على انستجرام تيك توك واي، عشان بقدم هناك محتوى مختلف. باي حلوين. ازيكم يا حبايبي، يلا بينا نبدا على طول. جبت بقى المكنسه الكهرباء بعد ما ظبطت طبعا السرير بتاع اوضه النوم، قلت اكنسه كده كنسه محترمه الاوضه. يعني عايزه اقول لكم يا جماعه، صدقوني ما بنامش، لازم اظبط نومي، هيجيلي هستيريا بجد، هموت يعني. المهم بدات كده اكنس، انا بطلع المكنسه الكهرباء فوق السرير عشان اعرف اكنس الحتت المداريه زي كده، ما بعرفش اجيبها خالص من تحت، وما فيش فيشه غير الفيشه اللي انتوا شايفينها دي، فالموضوع صعب جدا يعني. بقعد بقى اكنس وباخد بقى تراب كده ايه على الازاز بالمره، بقى كاني مسحت الازاز. بصراحه بتشفط لي كل التراب والدنيا بتبقى زي الفل بصراحه. يعني عايز اقول لكم احتست في الحته دي وخربت الدنيا وكسرت حاجات كتير عشان كنت بصور، والطفايه وقعت. بصوا بوظت كل حاجه في سبيل ان انا اساعدكم، ده حقيقي. انا خربت، الطفايه وقعت على الارض وكسرت واللي فيها وقع، وبصوا الدنيا باظت وانا بصور. المهم بقى الفرو ده كان فيه تراب كده شفطته برضو، يعني بقت قشطه كاني لسه شاريها امبارح. التركايه دي انا اللي اخترعتها وبجد نفعت جدا جدا معايا يعني. بصوا خليتها زي الفل، وانا بقى ايه جايه احطها. بصوا يعني انا مش عارفه، لا ما اتصورتش اهو، لما فصلته بقى الدنيا خربت عشان اجيب اختها بقى، وانا بجيب اختها من الناحيه التانيه خربت الدنيا. ما علينا، كنت عامله كده وجبت بقى التراب اللي جوه كده اللي بيتحوش جوه، انا ما بعرفش اجيبه. فالمكنسه بصراحه جابته ونضفتها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، مبسوط قوي ان انا عرفت اصلا ان انا انضفها. المهم بقى هنا كده ده خلص مني. اكملت شهر اخر من البايو فيتا، بحبه جدا اصلا، اوريدي طالبه واحد تاني يعني ما تقلقوش. المهم بقى ايه، خليت ازازه الميه دي جنبي عشان ناخد الكالسيوم بتاعي زي كل يوم، وطبعا كنت اخدت الاثنين بتوع البايو فيتا. فخلصت كده وقلت ادخل على المطبخ بتاعي. دخلت المطبخ يا حلوين، كان النسكافيه ده باظ، وانصحكم ان انتوا بصراحه يعني بصراحه ما تجيبوش النسكافيه اللي في برطمانوت، يعني انا بنصحكم يعني هاتوا الاكياس العادي، ولما يبقى يخلص هاتوا اكياس تانية، انما بجد يعني مش حلو خالص وبيبوظ وطعمه بيغير، اصلا ما عجبنيش، اللي في الاكياس افضل بكتير. المهم بقى يجي تعمل القهوه، بصراحه يا جدعان كانت فارت مني. بصوا ما عملتش وش، ضايقتني جدا جدا جدا، اتعصبت. فقلت والله لا عمل واحده تاني، عملت واحده تانية بالفعل. شايفين انا عندي اراده قويه جدا، ما مش اسكت واشربها، لا. بصوا بقى عملت واحده بوش بقى جامد، ما كانش عندي لبن بس عملت واحده جامد. بصوا بقى الوش الجمدان، يا لهوي عافيه ذوق يا جدعان. المهم بقى ايه، خلصت القهوه بتاعتي زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا اطلع بقى الهدوم بتاعتي عشان اخد شاور. طلعت كده زي هوت شورت وبادي كات. الطقم ده انا هلكته طول فتره الحمل لدرجه انه خلاص يا جماعه فاضل له حاجات بسيطه ويدوب مني. بصوا هيصوت ويلطم مني، بصوا اصلا خلاص بيتكحرط، حرفيا بيتكحرط مني. ده شكله اهو، بصوا ده عيب اصلا. يعني انا الصيف الجاي كده انا هشيله، والصيف الجاي ممكن البسه شهر، ممكن اخره الصيف الجاي معايا، حرام ان انا ارميه دلوقتي. المهم جبت البتاعه دي كده عشان احطها على المروحه عشان احميها من الاتربه، عجبتني جدا شكلها. بس بصراحه يا جماعه سدت لي الهوا، شلتها تاني، قلت احطها في الشتاء كده كده انا بشغل المروحه في الشتاء.
المهم بقى ايه، جوت وقلت اعمل العشاء لنفسي. العشاء ده يا جماعه اللي هو 5 الفجر، قلت اعمل العشاء لنفسي كده. حطيت 2 توست في الميكرويف، وقلت بقى اعمل كركديه. اه يا جماعه انا بشرب كركديه 5 الفجر، فيها ايه يعني؟ احرم نفسي يعني واموت نفسي؟ حطيت كده بقى الكركديه من ازيز، ده شكله بيقولك الاستفادة منه 5 دقائق، والله ما بسيبه الدقيقة، ما بحبش الكركديه تقيل اصلا. المهم وانا بعمل الكركديه لقيت الكريم كراميل الشوكولاته ده صدقوني مطلعه بقالي اسبوع، وكل ما انا اعمله اكسل، فقلت بقى اسيبه على جنب كده، ممكن اعمله النهارده، ممكن مش عارفه بصراحه على حسب انا فاضيه ولا لا. عملت 2 توست كده بالعسل، وطبعا خلاص كانت كوبايه الكركديه تمام. برضو خدت وجبتي الغذائيه يا جماعه وبدات ان انا اكلها. المهم النهاردة الصبح بقى شلت كل الرخامة زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ان انا امسح. انا بحب ابدأ يومي كده بصراحة بالمطبخ، لما المطبخ بيكون نظيف وريحته حلوة انا ببقى مبسوطة، وبصراحة يعني بتبقى نفسيتي مرتاحة، لاني يعني ما بحبش ريحة الكمكمة بتاعت المطابخ، وما بحبش ابدا ريحة الكمكمة بتاعت المية المتبقية من المواعين. عارفين انتوا روايح الكمكمة دي؟ رشيت كده كويس بيه الكولور، هو اسمه الكولور او كولوريل، والله سبراي اسمه غريب. المهم كده برشه وبمسح كده ايه بالمسيحه بتاعت الزجاج دي، مش بستخدمها للزجاج، بستخدمها للرخام. حطيت كده الستاند بتاع المعالق، على فكره عايزه اجيب حاجه كده احط فيها المعالق غيره، يعني مش عاجبني خالص شكله، مش لطيف اصلا على الرخامه يعني. بدات احط بقى ايه ازازه الخل وازازه زيت الزيتون، الاتنين شبه بعض، بدات ان انا امسحهم. بصراحه يا جماعه رشيت عليهم برضه لانهم كانوا ملزقين، كل ما بلاقي حاجه ملزقه كده في المطبخ بمسحها اول باول، لان لو قلت همسح كله في يوم هكسل، فبمسح اي حاجه اشوفها قدام مني، فاهمين؟ اهو ده شكلهم، حطيتهم كده بقى، وحطيت بتاعت الفلفل دي، وكمان هجيب بتاعت الفلفل الاسود والملح كنت عاملاهم كده، والالبان بتاعت ايزابيلا، في واحد ما بتستخدموش في واحد بتستخدمه، دول بقى حطيت فيهم كده ملح وفلفل للاكل العادي. وبدات ان انا هنا بقى اشطف الفوطه بتاعت المطبخ، بصراحه لو ما شطفتيهاش بتعمل ريحه كمكمه غريبه. بصوا هنا بقى ايه، كبيت كل الصابون اللي هنا عشان اصلا هغير البتاع دي يعني اساسا، يعني هحط حاجة تانية، حطيتها في الحمام وهحط حاجة تانية ايه للليفة وكده. بدأت ان انا اغسلها اشطفها شطف كده، كده كده بتتغسل في الغسالة يعني، بس بدأت ان انا اشطفها كده شطف عادي يعني العادي، فاهمين؟ فبدأت كده ان انا اعملها عشان بس تنضف كده وريحة الكمكمة بتاعتها تقل شوية. بصوا شاطرة ولا عارفة عصر ولا عارفة نيلة، عصبي سايبة بس عشان ما بنامش. بص 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 رشة المية دي شوية مية، انا ماليش حل. صح يا بنات، حاولت اركب امبارح الفلتر احي ما نفعش على الحنفية، زعلت جدا صدقوني زعلت جدا. بدأت ان انا بغسل الحوض كده يعني غسلة ايه محترمة كده، مكان بس المواعين عشان اظبطه، اه يعني غسلته غسلة حلوة بس كده، عشان برضو الحوض لو ما غسلتوش بيعمل ريحة غريبة، ريحة كمكمة بجد يعني رهيبة. المهم بقى لقيت ايه، الليفة عاملة سواد كده جوه، او صابون متراكم، مش سواد، صابون متراكم، ما عجبنيش الحوار فقلت بقى اغسلها جامد كده. بصوا كان الموضوع اصلا متراكم، حاولت ان انا ادخل كده وقفت بقى الكاميرا وغسلتها وبدلته بقى. المهم تعالوا اقول لكم على الحاجات اللي من ماي واي اللي انا هكررها تاني وعجبتني، عكس طبعا فيديو امبارح الحاجات اللي عمري ما هكررها تاني. اول حاجه الليب بالم دي، الليب بالم دي بالخوخ، كلمتكم امبارح عن الليب بالم اللي بالشوكليت، ما عجبتنيش خالص وقلت عليها شوكولاته مكمكمه. الليب بالم اللي بالخوخ دي رهيبه جدا، حلوه اللون بتاعها، حلو ريحتها، حلوه ولونها حلو كمان على الشفايف. بعد كده طبعا التوب بتاعي سبيرنج من ماي واي اللي هو ده اللي باللافندر، بعشقه بعشقه يا جدعان، حرفيا بعشقه، بجيب منه كل الانواع وكل الروائح وكل حاجه، بيقعد معايا فتره طويله اقتصادي وبجد بيشيل ريحه العرق. بعد كده الباودر دي اللي هي من سهر الليالي، بعشقها جدا، بعشق الباودر بتاعت ماي واي اصلا، اولا بتنعم الجسم جدا وبتمتص حقيقي كل العرق،
وسعرها كان 7.5 جنيه، رخيصة يعني واقتصادية. وبعد كده طبعا السبراي ده من تندر، والبرفيوم دي من جولدن. اللي بيستخدم حاجات من ماي واي اكيد عارفهم، هما الاتنين دول من الطب عند الماي واي، ومن الماي واي ها، وكمان من البيست سيلر يعني. وعندي المخماريات الصغيرة دي، زي مخمارية الفيحاء مثلا، حلوة جدا وبحبها قوي قوي. فدي كده كل الحاجات اللي على فكرة يا جماعة، بصوا السبراي والباودر عاملين ازاي في جولدن، مضيعينهم خالص. المهم دي الحاجات اللي حبيتها من ماي واي وهكررها تاني. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى كل فيديوهاتي الفترة الجاية تعجبكم من الروتينات والميكس بين السكين كير والروتين. يلا جود باي يا حلوين، واستنوني فيديوهات جاية كتير وافكار جاية كتير وفيديوهات قوية جدا. اشتراك وكومنت وبلايك وجود باي.